اهلا وسهلا بكم، حياكم الله في المواجهة. أسئلة اليوم وملفات المستقبل. على مدى 3 أيام كانت الرياض السؤال الأبرز والعنوان الأكثر حضورا في مختلف أنحاء العالم، إنما سكتت الأسئلة وارتفع صوت الواقع. بينما يودع السعوديون بدعواتهم ودموعهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يستقبلون بآمالهم وطموحاتهم أيقونة الحكم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي انتقل ليصبح خادم الحرمين الشريفين في وقت وجيز جدا، يدل على تلك المرونة وعلى ذلك الوضوح وتلك السلاسة في مؤسسة الحكم. الحكم الرشيد هو ضمانة الاستقرار. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القادم من مؤسسة الحكم بمختلف مراحلها وبمختلف سنينها وظروفها. الآن بينما يتخطف العالم من حولنا وتتصاعد أسئلته ويصبح كل تحول في أي بلد من بلدان العالم عبارة عن أزمة، تصبح التحولات الكبرى لدينا واقعا حقيقيا سهلا، يشير إلى أن ضمانة الاستقرار الكبرى لدينا هي ما تتمثل أو ما تشتمل عليه مؤسسة الحكم الرشيد من وعي وإدراك وإخاء وصدق. قوتنا الكبرى في العالم ليست باقتصادنا فقط، وليست بموقعنا، وليست باسمنا فقط، وليست بحضورنا. قوتنا الكبرى في العالم نستمدها من هذا الحكم الرشيد الذي يستطيع دائما أن يتجاوز مختلف المراحل ويقول للعالم: كل الأسئلة الكبرى التي لديكم هي بالنسبة لنا أسئلة يسيرة وواضحة. أهلا بكم في المواجهة. التقرير. حين تتحول الأسئلة الكبرى والشاقة إلى تحولات واضحة وإيجابية وسهلة، أنت في المملكة العربية السعودية. بينما يودع السعوديون بدموعهم ودعواتهم الملك عبد الله بن عبد العزيز، يستقبلون بدعواتهم وبطموحهم عهدا جديدا عنوانه الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وسط كل هذه التعقيدات التي تحيط بالمنطقة، ظلت المملكة العربية السعودية المحور الأبرز أمنا وتطورا ونهضة، بل وتأثيرا في هذا المحيط المضطرب نحو الاستقرار والسلم والإخاء. ليس ذلك مرده إلى قوة اقتصادية فقط، ولا إلى مكانة معنوية فقط، لكن العامل الأبرز في كل تلك القوة هو الاستقرار السياسي الضخم والواضح في المملكة العربية السعودية. بينما تشغلنا أسئلة الاقتصاد والبناء والتنمية والتعليم والعمل، لا تشغلنا أبدا أسئلة الاستقرار أو مؤسسة الحكم. هذا هو محور القوة وعامل الثبات الأبرز. 9 سنوات محورية في تاريخ المملكة العربية السعودية وفي تاريخ المنطقة أدارها الراحل الكبير عبد الله بن عبد العزيز. تحولات داخلية ضخمة، استقرار وسط محيط مضطرب، تركيز على بناء الإنسان وتطوير الأنظمة ومواجهة التحديات، وتطوير بنية تحتية ضخمة، وحضور في أعقد ملفات العالم والمنطقة، وإعادة توجيهها نحو السلم والحوار والاعتدال. في الفاجعة لا مكان للأحلام بل للواقع. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذه سنته. وداعا أيها الراحل الكبير، أهلا أيها القائد الكبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. إذا أردت أن تنظر للسعودية إنسانا وملامح وإدارة وتطلع، فهذا سلمان بن عبد العزيز، الملك القادم من عمق مؤسسة الحكم وتفاصيلها، رجل التاريخ والحاضر، أمير عاصمة الوطن، ووزير دفاعه، وولي عهد مليكه الراحل. على مدى 3 أيام العالم كله في الرياض يحمل تعازيه، ويؤكد ارتباطه بالمملكة مصيرا وتعاونا واستمرارا لكل تلك الأواصر والعلاقات التي رسختها القيادة السعودية مع العالم. التحديات لا تنتهي، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. نحن أمام مؤسسة حكم عريقة، ظل سلمان بن عبد العزيز أبرز أركانها طيلة السنوات الماضية. في فضاء الاستقرار
أسئلة عن إدارة الواقع والمستقبل. نحن الذين نعيش المراحل مؤمنين أن كل مرحلة هي استمرار لما قبلها، وفي ذات الوقت تدشين لمرحلة جديدة من العمل والعطاء والاستقرار. حياكم الله من جديد. إذن صوت الواقع هو الصوت المهيمن. حين كان السؤال المطروح لسنوات مضت، ما الذي يمكن أن يحدث في السعودية؟ يقول لكم الواقع أن الذي يمكن أن يحدث في السعودية هو ما يجب أن يحدث فيها، بما يمثل دعامة لاستقرارها واستمرارها وتطورها. هذه محاور المواجهة. شركاء المواجهة هذه الليلة: الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبان للدراسات والبعوث والإعلام، الدكتور ناصر الخرعان، مدير عام الإعلام بمجلس الوزراء، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. وفي الواقع يعني حتى نخرج خلني أقول نوعا ما من ما يعني طرحته مختلف وسائل الإعلام على مدى الأيام الماضية، في تلخيص يسير كيف انشغل الإعلام الغربي وانت رجل متابع وحتى دوائر السياسة بهذا السؤال: ما الذي يمكن أن يحدث في السعودية بعد رحيل الملك عبد الله؟ كيف يصبح الواقع إلى جواب حقيقي في السعودية يقول لكل العالم هذه هي المملكة، هذه مؤسستها الحاكمة؟ تفضل. وما في شك أن العالم كله كانت أنظاره متجهة إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، بعد أن يعني دخل الملك عبد الله رحمه الله إلى المستشفى، وكان هناك تكهنات كثيرة ولغط كثير وسيناريوهات كثيرة أيضا محتملة، لأن المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم هي ليست فقط يعني دولة يعني لها تأثير إقليمي على المستوى السياسي وتأثير عربي أيضا، ولكنها أيضا قوة اقتصادية تتمكن من أهم من شريان من شرايين الحياة في العالم، وهي الطاقة طبعا والبترول. المملكة العربية السعودية تقبع على أكبر احتياطي بترولي، أكبر دولة منتجة للبترول. المملكة العربية السعودية اقتصادها من الاقتصادات العالمية المؤثرة جدا، هي رقم 19 في فريق العشرين في مجموعة العشرين، هي المساهم الخامس في صندوق التنمية، في صندوق النقد الدولي عفوا، وفي البنك الدولي أيضا. أي هزة تتعرض لها المملكة العربية السعودية جراء أي تصرف سياسي غير موفق سيؤثر كثيرا، ليس فقط على المملكة العربية السعودية وإنما على العالم كله. بالتالي من الطبيعي أن الأنظار كانت متجهة إلى هنا. هناك من كانوا من المتفائلين، وهناك من كانوا من المتشائمين. هناك من كانوا يثقون في سيرورة الحكم في المملكة العربية السعودية خلال التاريخ الطويل اللي مر فيها انتقال السلطة من الملك عبد العزيز رحمه الله إلى اليوم. وهناك آخرون لا، كانوا عندهم تكهنات أخرى وتوقعات أخرى يغلب عليها بعض التشاؤم احيانا، وقرانا سيناريوهات كثيره في 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 فيما يتعلق بهذا الموضوع. كثير من القراءات يمكن كانت مرتبطه بالوضع العربي المحيط المضطرب اصلا، بالوضع العربي انه الوضع قابل للانفجار، انه سيكون هناك اختلافات على تداول السلطه، على الانتقال، من سيخلف من. وخصوصا فيما يتعلق بالمناصب الاخرى غير 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 منصب الملك طبعا. هناك أيضا يعني المنطقة مثل ما تفضلت، منطقة تغلي اليمن من الجنوب وداعش من الشمال، إيران من الشرق، سوريا، العراق، كلها مناطق متفجرة. ويعني هناك من يتوقع أنه ما دامت المنطقة كلها تتفجر بهذه الطريقة، حتى لو كانت المملكة العربية السعودية في سياستها مستقرة إلا قد تتعرض لمثل هذا. لكن باختصار كيف جاء الجواب من الواقع؟ الحقيقة شيء مذهل. أنا قلت قبل كم يوم أنه عجبتني تغريدة قرأتها في تويتر، واحد كتبها يقول
أمرحنا وملكنا عبد الله بن عبد العزيز، يوم أصبحنا ملكنا سلمان بن عبد العزيز. ما حتى درينا يعني كيف تم هذا الانتقال السلس العجيب، وكيف أيضا الأوامر الملكية التي تلت هذا في ترتيب البيت بأسرع ما يمكن. وهذا طبعا يدل على أنه الأمور كانت يعني مدروسة وكانت واضحة جدا ولا فيها ارتجال ولا لأنه عادة مثل هذه الأمور تحتاج إلى مثل هذا التصور. يمكن هي السؤال الضخم في كل العالم، يعني في كل بلدان العالم أعقد سؤال هو أي تحول في السلطة في المناصب القيادية ولا أو يتحول بالنسبة لنا إلى يعني إلى السؤال السهل أو إلى الإجابة السهلة السريعة. بأخذ هذا الجانب اللي قاله الدكتور فيما يتعلق بالعالم، وأبي يتعلق عليه دكتور من وجهة النظر المحلية الشعبية، استقبال الناس لهذا التحول بهذه الطريقة المذهلة اللي قالها الدكتور. طبعا كان الوضع طبعا كان يعيد نفسه الآن لما رحمة الله عليه الملك فهد توفي أو قبل أن يتوفى، كان صدر مثل هذه التكهنات كذلك مثل القراءات مثل القراءات. وللأسف الآن يعني ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي أنا أعتبرها بكل صراحة كارثية على كثير من البلدان، فيها الكذب، فيها التدليس، يعني فيها الإعلام غير المنضبط، الإعلام غير منضبط ولا يمكن ضبطه ولا تركيبه كذا أصلا. فهذه الإشكالية اللي سببت عند بعض يعني نقول بعض من يتربصون أو بعض كذا أو بعض الدخلاء يعني اللي صاروا يغردون صاروا في وسائل التواصل في الفيسبوك. لكن كيف يعني الاستقبال الشعبي؟ وخلنا نأخذ المثال اللي استشهد فيه الدكتور، يعني الناس هي تعيش حياتها، تعيش نفس الرتم نفس الإيقاع طبعاً. ويذهب عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، يأتي سلمان بن عبد العزيز الرجل يعني القريب المألوف الحاضر في الوجدان السعودي عبر السنوات. من أكبر النعم على هذا البلد أن تمسي وهناك حاكم، وتصبح مثل ما تفضل الدكتور فهد ويكون حاكم آخر. في التغريدة هذه كانت موفقة، والناس المجتمع وتكاتفهم وتلاحمهم الحقيقة أذهل كل من كان يتوقع عكس ذلك. فكانت كان اللمة وكان التعازي وكانت البيعة يعني مذهلة. أنا حضرت البيعة جدا والله ما تحصي، آلاف الأشخاص، الشوارع مليئة والكل يريد أن يبايع الملك سلمان بن عبد العزيز. طيب ترى ما هي دائما، إذا تسمح لي أضيف نقطة بسيطة، ما هي دائما إيجابية إذا تمسي ورئيس الدولة وتصبح رئيس دولة ثانية. أنا عرفنا في مراحل تاريخية سابقة عند العرب انه فعلا يمسون ويصبحون في رئيس ثاني، بس جاي على دبابه على فكره. بس سلمان هو جاي من مؤسسه حكم. انا اقول دائما انه شرعيه الحكم في المملكه العربيه السعوديه ليست فقط شرعيه البيعه، هي شرعيه تاريخيه 300 سنه. يعني مش شيء طارئ ولا شيء. وترى مقارنه، ويمكن هذا حتى في تفسير لبعض الاضطرابات اللي في المنطقه، اذا نظرت كل الانظمه المحيطه، اقدم نظام ما يجي ربع الفترة الزمنية لامتداد هذا النظام. صحيح. في هذا الجانب الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد، هذا أيضا كان في سياق المتوقع، يعني بالأمير مقرن بشخصيته بتاريخه باقترابه من الناس. محمد بن نايف بن عبد العزيز، أهلا بالأحفاد في مؤسسة الحكم. تفضل. هي الواقع هذه تحسب للملك سلمان الله يحفظه، انه يعني يستشرف المستقبل بشكل يعني بشكل جيد وملحوظ. اعتقد انه هذه الخطوه ستسجل له انه هو الذي بادر او بدا في موضوع يعني
الترحيب صح التعبير بالجيل الثاني أو بالأحفاد إلى مؤسسة الحكم. النظام الأساسي للحكم ينص على أنه الحكم في آل عبد العزيز أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده أو أبنائهم. فأعتقد أنه 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 يعني هذه مرحلة جديدة عشناها اليوم. وأعتقد أيضا أنه اختيار الأمير محمد بن نايف كان اختيارا موفقا، رجل إدارة، رجل أمن من الطراز الجيد، رجل دولة عاش مراحل حياته كلها إلى جانب المرحوم الأمير نايف بن عبد العزيز، وهو يعني مدرسة في في في, في السياسة وفي الإدارة. وكلنا نتذكر الملفات التي كان يديرها الأمير نايف بن عبد العزيز والتي تولاها فيما بعد الأمير محمد بن نايف وأدارها بكل اقتدار. الأمير محمد بن نايف يحسب له أيضا أنه من المسؤولين الذين يعملون بصمت كبير، يعني ليس مو رجل إعلام مطلقا، يعني ما هو. أنا كنت حتى أقول على فكرة ترى الملك سلمان أيضا يحب الإعلام وقريب من الإعلام، لكني أنا كنت أقول مراقبا وكنت أقول دائما أنه أنا عملت 12 سنة رئيس تحرير وعندي زملاء رئيس تحرير في الفترة اللي أنا كنت فيها، كان يعني مقرب إلينا ونحن مقربين إليه صح التعبير، ولكن لم نحظى في أي يوم من الأيام منه بأي مقابلة أو لقاء صحفي أو حوار. فيعني هؤلاء الناس اللي هم مؤمنين برسالتهم واثقين في أنفسهم يعملون بـ 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 بصمت، يتكلمون حينما ينبغي أن يتكلموا ويصمتون حينما ينبغي أن يصمتوا، لكن الأعمال دائما هي التي تتكلم في نظري. وهذه هي السياسة اللي اتبعوها الحقيقة إن كان الأمير نايف الأمير سلمان الملك سلمان الله يسلمه أو الأمير محمد بن نايف أو حتى الأمير مقرن. ترى ما هو كثير حديث للإعلام، يعني أنا نادرا ما سمعت الأمير مقرن يتكلم مع الإعلام أو في النادر. دكتور ناصر، أيضا الأمير مقرن بن عبد العزيز يعني الرجل الذي ظل لطوال سنوات حاضرا في مختلف الأحداث في مختلف المناصب، وصوله الآن إلى ولاية العهد وهذا يعني جزء من التدرج، وحتى الأمر الملكي اللي صدر بعد رحيل خادم الحرمين الشريفين كان ينص على أنه وفق الأمر الملكي اللي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتعيينه لولاية العهد. الأمير مقرن وليا لعهد المملكة. قبل النقطة هذه لعلي بس أضيف نقطة بالنسبة لهيئة البيعة. هيئة البيعة كانت من أرقى وأفضل ما عمل في المملكة العربية السعودية كتنظيم، فكان لها الإسهام الأكبر لانتقال السلطة وسلاستها، وأيضا اختيار الجيل الثاني إن صح التعبير. بالنسبة لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز، سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز طبعا رجل دولة وغني عن التعريف، تقلد مناصب عديدة، وليس غريب عليه أن يكون ولي للعهد، ولكنه ممن يعملون في صمت، ممن يعملون من أجل العمل من أجل الدولة من أجل الارتقاء على كافة المستويات. طيب في هذه الجزئية بنروح للدكتور فهد في موضوع أنه لما تهدأ الأسئلة حول يعني ما الذي سيحدث، تبدأ مرحلة ثانية من الأسئلة، كيف سيستمر التعامل مع الملفات الكبرى مثلا. في الكثير من وسائل الإعلام تتحدث أو تقدم قراءات عن تحولات ربما في التعامل مع بعض الملفات والقضايا سواء الداخلية أو الخارجية، وكلنا ندرك عبر التاريخ السعودي أن كل مرحلة بينما هي امتداد للمرحلة السابقة هي أيضا تدشين لمرحلة جديدة بحكم المعطيات والظروف. الإدارة السعودية لمختلف الملفات سواء الداخلية أو الخارجية، الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن في خطابه الرسمي الذي أول خطاب يلقيه بعد توليه العرش أو توليه مقاليد الحكم، قال فيه بأنه سيكون ملتزما بكل المواقف
والتي اتخذتها المملكة العربية السعودية من سواء من جيرانها في المحيط الإقليمي أو من في العالم العربي أو في العالم ككل. يعني هذا العنوان الكبير. لكن مهما كان أنا أعتقد أنه شخصية أي حاكم تجي لابد أن تنعكس على السياسات الداخلية والخارجية. هذا شفناه في عهد كل الملوك السعوديين اللي مروا علينا ونحن على قيد الحياة. بالنسبة للأمير سلمان أعتقد أنا أيضا أنه ستنعكس شخصية الأمير سلمان الملك سلمان على السياسات الداخلية والخارجية خصوصا أنه لحسن الحظ أو لسوء الحظ أن الملك سلمان يجي في فترة مثل ما أشرنا قبل قليل من أعقد الفترات بالنسبة للأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي والأمن القومي السعودي نفسه والأمن الاقتصادي والأمن القومي بمختلف جوانبه على كل حال. يعني مرحلة في منتهى الدقة والحساسية من جهة اقتصادية مثل ما أشرت البترول اليوم يعني في مستوى لم نكن نتوقعه ولم يكن يتوقعه أحد تحت $50 ولكن من حسن الحظ أيضا من السياسات الحكيمة للاقتصاد السعودي أنه فيه احتياطي يمثل جدار منيع يستطيع أن يتلقى صدمة انخفاض أسعار البترول ولفترة لا بأس بها. يعني لا خوف على الاقتصاد السعودي كما يتحدث بذلك الاقتصاديون أنفسهم. فيما يتعلق بالأمن المحيط فينا أنت شايف المنطقة يعني يكفي أنه نقول في 4 حروب أهلية تدور في 4 دول حولنا. اليمن العراق سوريا ليبيا طبعا هذا تهديد مباشر للأمن القومي العربي. بالتأكيد المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تقف في منأى عن هذا الأمن القومي سيؤثر عليها وستؤثر فيه وستتأثر به حتما. لكن أيضا أنا أعتقد أنه الملك سلمان باختياره للأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع أعتقد أن هذا الإجراء كان جدا موفق لأن الأمير محمد بن سلمان هو رئيس الديوان الملكي وهو الابن الأكثر التصاقا بالأمير سلمان ولهذا أنا أعتقد سيكون أمامنا 2 وزراء للدفاع ليس واحدا. محمد بن سلمان كوزير الأساسي طبعا والملك سلمان باعتبار الحقيبة هذه كانت عنده قبل أن يصبح ملكا وباعتباره القائد الأعلى. وأنا أعتقد أنه هذا يرجع بالتأكيد لأهمية وحساسية المرحلة اللي احنا فيها. وجود الأمير محمد بن نايف وعلى فكرة وأيضا وجود الأمير مقرن المقاتل العسكري طيار الأمير محمد بن نايف مشهود على مستوى العالم بنجاحه في محاربة الإرهاب هيقولة العالم في الحرب على الإرهاب يعني القيادة السعودية اليوم الملك ولي العهد والوزارات السيادية الدفاع الداخلية يعني كلها تدل على أنه الأمور إن شاء الله يعني مسيطر عليها بشكل جيد وأنه القرار سيكون قرار منسجم بين الثلاثة والأربعة الأشخاص اللي إحنا نتحدث عنهم الآن اللي هم يمسكون بزمام الجانب الأمني. أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ستخرج إن شاء الله سليمة من كل هذه التحديات مثل ما خرجت ما هو يضاف إلى هذا أمر مهم جدا يعرفه كل الناس اللي قريبين من الملك سلمان واللي اشتغلوا معاه وقريبين منه وهي انضباطية الأمير سلمان وحاسمية الأمير سلمان في نفس الوقت. الأمير سلمان من الشخصيات الحاسمة فأعتقد أنه نحن في حاجة لشخصيات مثل هذه الشخصيات وبالذات شخصية الملك سلمان في خلال هذه الفترة من التحديات الكبيرة بطبيعة الحال. طيب خلوا يشترك معنا بس الأستاذ عبد الرحمن سدحان الأمين العام لمجلس الوزراء. حياك الله مع الأستاذ. أستاذ عبد الرحمن سدحان. الأستاذ عبد الرحمن سدحان. طيب على ما يجهز موضوع التحديات وأبرز التحديات اللي تواجهها المملكة في مرحلتها الجديدة الحالية. طبعا الوقت الحالي هو من أصعب الأوقات ومن أعقد الفترات اللي مرت على المملكة وتمر على الدول كلها قاطبة بما فيها الدول العربية. في الدول العربية والمملكة ليست في منأى عن العقد الدولي. خليني بس أخذ دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ نعم مرحبا معالي الدكتور حياك الله. حياك الله. أنا يحيى الأمير ومعي الدكتور فهد العراب الحارثي ومعي الدكتور ناصر الخرعان نقرأ
نقرأ هذا التحول الإيجابي الضخم جدا الذي تعيشه المملكة العربية السعودية على مدى 3 أيام، رحيل الكبير عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له، واستقبال السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت خارج المملكة في إجازة قصيرة جدا حين وقع الحدث المذهل. نعم. وجاء عكس طبيعة المتفائلة، كنت أنظر إلى الموقف، موقف مرض الملك عبد الله رحمة الله عليه، على أساس أنه سيزول قريبا إن شاء الله، وكنت أمني النفس بأن أسمع النبأ، نبأ يمسح الأذى من خاطري، نعم، ويزيل الشك ويزيل الخوف، وإذا بي أتلقى الصدمة الكبرى، نعم، نبأ وفاته رحمة الله عليه، الله يغفر له، في الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الماضية. نعم. لا شك أن الخبر أو النبأ أذهلني كثيرا جدا. نعم. وفي الوقت نفسه همست لنفسي بهدوء. نعم. أن هناك تجربة سعودية ضائدة. نعم. قد لا توجد في أي بلد آخر. نعم. في العالم. نعم. وهي الآلية الحضارية التي رتبت. نعم. لنقد السلطة. نعم. في حال حدوث. نعم. موقف كهذا. نعم. وبالفعل لم تكن تشرق. نعم. شمس اليوم التالي. نعم. إلا وقد كنا تلقينا الأنباء الطيبة. نعم. بانتقال السلطة انتقالا. نعم. هينا زينا جميلا. نعم. راقيا بكل المعايير. وعرف الناس ملكهم الجديد، هم طبعا يعرفونه من سنين طويلة. نعم. وليس نكرة، ولكن. نعم. عرفوا أنه أصبح لديهم. نعم. ملك جديد في قامة وهامة سيدي سلمان بن عبد العزيز. نعم. الحقيقة أن الذي يحدث في المملكة في هذه الأيام أمر يفرح الصديق ويسيء إلى العدو، لأنه في الوقت الذي تعيش فيه كثير من دول الجوار وغير الجوار زوابع من القلق السياسي والتنازع والتناحر. نعم. الدامي إلى آخره، تأتي بلد آمن مطمئن مثل المملكة العربية السعودية، يشاء الله أن تفقد ملكها الصالح العملاق عبد الله بن عبد العزيز، وهذه إرادة الله وهذا قدره، ولا ليس أمامنا إلا أن نسلم بهذا الحدث. لكن أن تنتقل السلطة بهذا الأسلوب وبهذا التوقيت الرائع والناس نيام، هذا هو الذي حقيقة كان محط الإعجاب والتقدير والدعاء إلى الله أن يستمر هذا النهج. نعم. الجميل عندما. آمين. تأتي المناسبة لهذا الشيء. نعم. فأنا الحقيقة سعيد أن السلطة عندنا لم تعاني ما تعاني منه السلطة في الدول الأخرى، نحمد الله، نقول هذا. نعم. لا شماتة. آمين. ولكن نتمنى أن تحذو المجتمعات الأخرى حذو هذه البلاد. نعم. في اقتباس تجربتها الرائدة، لأنها أثبتت أنها خير وسيلة لحقن الأحقاد وحقن الدماء حتى وعلاج المشاكل في وقت مبكر جدا. نعم. إلى آخر. شكرا جزيلا مع الدكتور عبد الرحمن سدحان أمين عام مجلس الوزراء. أنا بروح لواحد من أبرز وأهم الملفات وانتشرته في التحديات، هو تحدي الإرهاب.
وكلنا نعرف الدور الضخم للملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه مع العالم اولا قبل الاقليم، كيف تشوف استمرارية المملكة اللي يجب انها تظل واقعا حقيقيا في هذا الملف، خاصة انه الان يتشعب يعني ولا يقتصر على منطقة دون غيرها؟ اولا ملف الارهاب على مستوى الداخل اللي يشوفه العالم كله هو مشهود له، لان المملكة العربية السعودية وبالذات وزارة الداخلية الامير محمد بن نايف حققوا فيه انجازات ضخمة تحدثت عنها كثير من مراكز الابحاث في في في, في الخارج وفي امريكا وفي غير امريكا، وهم يعرفون اننا نحن نعاني من هذا الارهاب يمكن عانينا منه اكثر ما عانى منه اي احد اخر. على مستوى التحرك الدولي، اول مؤتمر لمكافحه الارهاب يعقد في الرياض قبل كم سنه 2005، وكان بدعوه من خادم الحرمين الشريفين، والمقترح الذي قدم لانشاء مقر والمركز الدولي لمكافحه الارهاب هو مبادره سعوديه وتمويل ضخم من المملكه العربيه السعوديه. مركز حوار الاديان في 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 الذي الذي انشاه الملك عبد الله الذي هو جزء من سياسه الخارجيه للمملكه في محاربه التطرف والغلو والاقصاء الاخر، اعتقد انه كان يعني علامه بارزه على الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية سياسيا على الأقل وفكريا مما يجري من مشاحنات. تدرك المملكة العربية السعودية أنه أخطر الحروب اللي ممكن تواجه الناس وأخطر الصراعات التي ممكن تواجه الناس هي الصراعات الدينية والصراعات المذهبية، وبالتالي أعتقد أنه كل هذه المنظومة إن صح التعبير من الإجراءات التي اتخذت ومن القرارات التي اتخذت ومن الإجراءات التي نفذت في هذا المجال تضع المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المحاربة للإرهاب. خليني أسألك دكتور على شيء صار اليوم. اليوم مجلس الأمن وافق على أن يطرح مشروع للتصويت يتعلق بالإساءة الأديان والمعتقدات بعد الهبال حق شارلي إبدو. أي نعم. يعني في الواقع أنه ليست المملكة فقط متضرر من هذا الملف بحكم ثقافتها وانتمائها لهذا الدين العظيم، لكن لأنه من التجارب الظاهر من الواضح أنه اللعب في هذه المنطقة هو بشكل أو بآخر من أسباب ظهور أزمات حتى في بلدان افترضنا نغلب عليها التعايش مثل فرنسا. يعني الحين أنا نقول دائما، وكثير من الباحثين الحقيقة أكدوا بأن الإرهاب في الحملات العالمية التي قامت عليه مؤخرا وبالذات منذ حرب أفغانستان إلى الآن لم تستطع أن تقضي على الإرهاب، بالعكس تولدت خلايا وتولدت تنظيمات إرهابية جديدة يعيد تشكيل ذلك الفترة. ويعني كنا أمام القاعدة أصبح لدينا أكثر من قاعدة، كنا أمام الأكثر من قاعدة أصبح لدينا داعش وجبهة النصرة وغيرها. معنى هذا أنه نحن العالم يتحرك بطريقة ليست الطريقة الصحيحة الذي سيقود إلى التجفيف الحقيقي لمنابع الإرهاب. التجفيف الحقيقي لمنابع ليس فقط الفكر أو المال، وإنما الأهم من ذلك هو القضاء على كل المحفزات والاستفزازات التي قد تؤدي إلى مثل هذا الإرهاب. يعني لما يشوفون ما يحدث في غزة وفي فلسطين على وجه العموم تجاه الفلسطينيين من تعنت إسرائيلي ومن رفض عمليات السلام، مبادرات السلام التي قدمت كلها رفضت من إسرائيل، لما يشوفون بعض التصرفات من الدول الغربية وأمريكا على وجه الخصوص في بعض مناطق العالم العربي في هذا يولد عند الناس يعني نوع من ردة الفعل. هل أن نحن لا نبرر الآن للإرهابيين، نحن ندين هذه الأعمال الإرهابية، لكن هذه هي البيئة التي ينمو فيها الإرهاب. أنا شخصيا كتبت لما حصلت موضوع شارلي إبدو وأدنت مثل أي أحد مثل أي إنسان آخر عملية شارلي إبدو، لكن في الوقت نفسه كنت أقول أليس بمقدور الفرنسيين أن, 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 أن يحموا 5 ملايين مسلم فرنسيين عندهم على أرضهم يحمون مشاعرهم؟ يا أخي إذا فيه واحد منهم طلع يقول يا إذا شتمت أمي فتوقع مني لكمة موجعة، فما بالك إذا شتمت نبيي أو شتمت ديني، فهو أغلى من أمي وأغلى من أبي. شفت توقع هذا كان مشهور هذا المقطع،
وهي بالدرجة الأولى أظن أنها حتى حماية. فأنت يعني أنا بهذيك الثقافة أنا بقول لا يكفي يا فرنسا يا بريطانيا يا أمريكا يا حتى السعودية إنه بس ولا نجفف منابع الإرهاب يعني التطرف الفكري أو المال، لا لابد أيضا أن يكون هناك احترام لمشاعر الأديان الآخرين ولمعتقداتهم ولأنبيائهم. يعني هذا عامل التعايش. فأقول إن أكبر صراع نوه به علماء الحضارة وعلماء التاريخ هو الصراع بين الحضارات، الصراع بين الأديان على وجه الخصوص. طيب بروح لموضوع ثاني دكتور ناصر. السنوات الماضية التسع سنوات اللي حكمها الملك عبد الله غفر الله له شهدت طفرة حقيقية على مستوى مؤسسات ومنشآت، مش منشآت عابرة ولا مؤقتة، منشآت تؤسس لبنى تحتية ضخمة في التعليم في النقل في. وش تشوف أبرز المؤسسات اللي يجب أن يظل التركيز عليها وتطويرها لأنها ستكون محط احتياج مستقبل المستقبل؟ طبعا بالنسبة لهذه في أكثر من محطة، محطات كثيرة عملت مشاريع مشروعات كبيرة في هذا البلد لتنشئة البنية الأساسية والرفع منها. ومن أبرز هذه المشروعات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الجامعات، النقل، السكك الحديد، المترو، أكبر توسعة على الإطلاق أو التوسعة الأوسع والأكبر للحرمين الشريفين في عهد الملك عبد الله. كل هذه المعطيات كانت لبنة أساسية وكانت المشروع كانت لإظهار مشروعات وتنشئتها في وقت ارتفع فيه سعر البترول. نعم. وفي رؤية أيضا ورؤية وفي إرادة. نعم. وإرادة ورؤية مستقبلية. نعم. واستقرار للقادم بإذن الله. طيب الاقتصاديون تحديدا يرون أنه يمكن الملف الأضخم الذي سيكون أو يفترض أن يكون بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملف التنوع الاقتصادي. نحن الدولة الأضخم على مستوى المقدرات والكثافة البشرية، التنوع الطبيعي، التنوع البيئي، من غير المناسب أن يكون اقتصادنا معلقا بهذا المصدر رغم أهميته ورغم تأثيرنا بالعالمي في تحركات أسواقه، إلا أنه يجب أن يكون الحديث عن تنويع مصادر الدخل ليس مجرد جملة نسمعها وتتكرر كل سنة أو في الخطة الخمسية أو في بيانات وزارة التخطيط، يجب أن تصبح واقعا. إلى أي درجة تشوف هذا الملف حيوي ومهم جدا؟ هذا مهم جدا، والحقيقة الأحداث الأخيرة اللي حصلت في سوق البترول أو في سوق النفط تعطي مؤشر مهم جدا على أنه يا أيها المؤمنون بموضوع النفط أنه مستمر إلى الأبد وأنه سيظل قوي إلى الأبد، وانه التوقعات في اي سلعه من السلع عندما ينخفض سعرها ينخفض 10%، ينخفض 20%، اي لا هذا ينخفض 50% 60%، هذا غير معقول. لا. معناها انه السوق غير مامونه من حيث الاسعار، ومستقبل ايضا غير مامون، لان الدول الاخرى مثل امريكا وغيرها تبحث عن بدائل. صحيح. واذا وجدت هذه البدائل سيكون الموقف ليس سهلا. لهذا انا اعتقد انه من الملفات المهمه جدا هو ان يؤخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع في تنويع الدخل، في 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 ترشيد الاستهلاك العالي جدا المخيف، في 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 عمل احتياطات للدولة وللمستقبل تضمن مستقبل هذه الأجيال وتكون سردا لها، لن تبني عن الأشياء الأخرى لكنها ستكون سرد لها. يعني أنت لو حصلت هذا الانخفاض الكبير المذهل في أسعار البترول ولم يكن لديك الاحتياطات اللازمة التي تمنعك وتمتص إن صح التعبير هذه الصدمة الكبيرة، كان مشكلة كبيرة، كان مشاريع كثيرة توقفت، كان فيه يعني يمكن كانت الدولة حتكون في وضع ما هو جيد أبدا. فبالعكس كل المؤشرات
كل التقديرات اللي حوالينا تقول أنه لابد من النظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار. والاقتصاد ماذا يعني؟ الاقتصاد هو الاستقرار، الاقتصاد هو التنمية، الاقتصاد هو المستقبل، الاقتصاد هو الذي يعطيك الهيبة أصلا عند العالم. اسمح لي بس دكتور، واسمح لي خلي اشترك معنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل. حياك الله سمو الأمير، تسمعني؟ أهلاً ومرحباً. حياك الله يا أمير. أنا مع الدكتور فهد العراب الحارثي والدكتور ناصر الخرعان نتحدث عن هذا التحول الضخم الهادي اللي تحفه السكينة ويحفه الاستقرار في المملكة العربية السعودية، مؤسسة الحكم الرشيد القادرة الواضحة التي يعني استطاعت طوال السنوات الماضية ومستمرة بإذن الله أن تعبر بهذا البلد وبالمنطقة من مرحلة لمرحلة بكل وضوح ويسر وصدق أيضا ووضوح أمام الناس. وأريد تعليقك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بك وضيوفك الأجلاء الأكارم. شكرا. الأخوة المشاهدين، حقيقة هذا الطرح اللي طرحتموه هو عنوان كبير وجليل نثمنه نحن كأبناء لهذه الدولة، أبناء المملكة أقصد، كشعب سعودي، ويثمن حقيقة ينظر لهذا الأمر العالم بأسره. العنوان اللي تفضلت فيه حقيقة عنوان بارز، يبدو أن يكون ربما هي سمة من سمات هذه البلد اللي تميزت فيها دون يعني سائر بلادها الدنيا. كل انتقال يأتيه من العوارض الجانبية اللي ربما تؤثر حتى على مجريات إن صح التعبير الانتقال السلمي. اليوم يا طويل العمر المملكة العربية السعودية من فضل الله من عهد المؤسس إلى هذه اللحظة، وهي تحظى بهذه النعمة، تحظى بنعم كثيرة، بداية من ثباتها على هذه العقيدة، وكذلك الأطروحة اللي تفضلتم فيها اللي هي عنوان الانتقال السلس، حقيقة الهادئ الممنهج في الاختيار لا نوعا ولا كيفا. فاليوم الحمد لله احنا نفتخر فيه كأبناء للمملكة، ونعتقد ان هذه من أساس تكوين هذه البلد ومن أساس تكوين قيادتها. تعودوا وعودونا حقيقة أنه في أمور مثل هذه وأكثر من هذه كنا دائما في أمورنا يكون مواجهتنا للأحداث مواجهة سلسة، وكانوا دائما يكونوا صمام الأمان لهذا البلد وشعبه. نعم. طيب سمو الأمير، الجيل الثالث جيلكم يدخل إلى مؤسسة الحكم. أنا إذا تكرمت بس الصوت ضعيف عندي. شباب شوفوا الصوت مع الأمير عبد العزيز. تسمعني الآن سمو الأمير؟ أسمعك بس الصوت ضعيف لعلي. طيب. أستطيع. طيب أنا بحاول أرفع صوتي. سؤالي سمو الأمير، جيل الأحفاد يصل إلى مؤسسة الحكم، بطل الحرب على الإرهاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا لولي العهد، تعليق الطابع. السؤال إذا أنا مسكت كويس، جيل الأحفاد يصل إلى مؤسسة الحكم، الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد. يا طويل العمر يعني هذا وضع طبيعي جدا. استمرار هذه الدولة يجب أن تكون تدرجية من خلال جيل إلى جيل. الميزة النسبية اللي أنا بقولها اليوم الحمد لله، يعني أنا أقولها أمس أقول الحمد لله، مبايعتنا ترمز إلى ثلاثة أمور، ترمز إلى العقل والقلب والساعد. ترمز إلى العقل، الحمد لله هناك إدارة حكيمة بقيادتها تمثل المنهجية في 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 الفكر والأطروحة لهذه البلاد، وكذلك القلب من واقع المحبة المشتركة بين
هذا الشعب وقيادته. والسواعد ما عانيته هو حقيقة وجود جيل نشط قادر أن يعمل في أرض الميدان مثل ما تفضلت، ربما يعنونه الآن سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، هو بين يعني حقيقة من الجيل اللي يعد من جيل الشباب في مؤسسة الحكم أو رأس مؤسسة الحكم، لكن في نفس الوقت الطاقة والقرب لواقع الشباب ومعاصرتهم ومعرفة احتياجهم ومتطلباتهم، وكذلك الانطلاق بصورة جديدة وبصفة جديدة للمملكة العربية السعودية. هذا العنوان نعتقد أنه نافذة جديدة وبعد إضافي تقدمه الدولة الآن للعالم كعنوان بارز. اليوم القيادة تتمثل في جيل معاصر يدير حقيقة بحكم قرب الفكر والسن، يدير حقيقة هالوطن، لا سيما أن يعني ما يقارب 60% أنت تحكي ما دون سن قيادة ولي العهد ودونه سنا. فبالتالي إحنا بحاجة إلى قيادات شابة تستطيع أنها تترجم نفس اللغة بين الأجيال. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. تعليق على بعض ما جاء في كلام الأمير، تفضل. ما تفضل به سمو الأمير كلام منطقي وكلام رائع. كان ارفع صوتك شوي دكتور. نعم فعلا كان كلامه منطقي سمو الأمير. فالآن هناك احتياج كبير أيضا لقيادات شابة، قيادات تعمل، قيادات تبرز كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالتوفيق. طيب أنا برجع للي بدينا فيه دكتور، اللي صار من واقع مستقر يعطي استقرار على مدى بعيد جدا ولا لا؟ ثم أنه دخول للأحفاد يلغي السؤال من الذي سيأتي ولا لا؟ لأنه إحنا نتحدث عن صف فيه الكثير من الكوادر والقدرات اللي عرفهم السعوديون وعرفهم العالم. هذه الجزئية كيف تشوف؟ أنا الحقيقة يعني كل ما قيل حول الخلافة في الحكم في المملكة العربية السعودية منذ الملك فهد على فكرة إلى اليوم، وهالكلام يتكرر وسيدي أريهات مختلفة نقرأها ونطلع عليها ونشوفها، لم يصدق منها ولا واحد، الخارجية بالذات. أي طبعا هذا يدل على أنه التنسيق والتفاهم على مستوى عالي جدا بين أفراد الأسرة الحاكمة ومحسوب. وبالذات آل عبد العزيز. حتى ولو كان في بعض وجهات النظر ولا، يظل أنه في النتيجة هذا حكم طبعا، وهذا اتفاقهم والتحامهم هو استمرار لدولتهم والحكمهم. هذا الإرث الكبير التاريخي اللي تحدثنا عنه قبل شوية اللي هو 300 سنة شرعية تاريخية، هذه من الذي يفرط فيها؟ شرعية الوحدة التي أقامها الملك عبد العزيز وأقام هذا الوطن، من الذي يفرط فيها؟ شرعية الإنجاز الذي تم، هناك عدد من الشرعيات مهمة جدا غير الشرعية البيعة، ترى في شرعيات بالإضافة إلى شرعية البيعة، في شرعية الإنجاز، في شرعية الوحدة الوطنية التي قامت، وفي شرعية الوحدة فعلا، شرعية الاستقرار والشرعية التاريخية. هذه تجعل من هؤلاء الذين يعني لهم ينص نظام الأساسي للحكم بأن لهم الحكم، أنهم على درجة من العقل والحكمة بحيث يستطيعون أنهم يعبرون بعض المواقف بكل سهولة وبكل يسر،
وشيء طبيعي انا اقول لماذا نتخوف احيانا نقول انه في وجهات نظر احيانا تكون ما هي متطابقه في داخل الاسره الواحده المكونه من 5 ولا 6 اشخاص في بيتي ولا في بيتك دائما في خلافات وجهات نظر ما تصل الى هذا لكن ما هذا ذي الحيويه فما بالك في 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 عائله بهذا الحجم ثم الموضوع على الطاولة هو موضوع حكم وليس يعني موضوع عادي لكن من فضل الله تعالى أنها دائما تعبر السفينة بكل سهولة وكل يسر نظرا للعقل والحكمة اللي أشار لها سمو الأمير قبل شوي يعني والمحبة لأنفسهم والمحبة لوطنهم ولشعبهم لأنه أي شيء يتعرض له مؤسسة الحكم العليا في المملكة العربية هذا معناته فرض كامل للوحدة الوطنية بالتالي يعني خلينا أقول لك شيء مفتاح الوحدة الوطنية بكل أمانة أنا وياك ندرك أنت من المنطقة وأنا من المنطقة والدكتور ناصر من المنطقة مفتاح الوحدة الحقيقية الذي الضمان الأساسي لهذه الوحدة هو استقرار مؤسسة الحكم إذا لم تستقر مؤسسة الحكم في ملاحظات طبعا في متطلبات عند الناس في تطلعات إلى مستويات معينة الشباب عندهم مطالب عندهم هذا أمر طبيعي وهناك سلط تحكم ولديها أحزاب معارضة سياسية على المستوى المحلي ومع هذا لا يفرطون في وحدتهم كلمة أو في وطنية دكتور ناصر عشان الوقت تفضل دكتور كلمة أخيرة تفضل بالنسبة للبلد يعني إن شاء الله النظرة تفاؤلية نظرة لابد ستكون إن شاء الله يعني من أفضل الفترات التي مرت على تاريخ المملكة العربية السعودية إن شاء الله بتعليقك الأخير حتى سوق الأسهم أمس واليوم لم يتأثر ولم ينزل نقطة واحدة بل كان مرتفعا مع أنه في الأحداث اليسيرة لا ما أسألك عن السوق طبعا أسألك عن في الوضع الطبيعي أنه يتأثر يعني ها بتأكيد من الواضح دكتور أنه الجواب وصل للعالم مبكرا واستطاع أن يقدم الواقع الحقيقي للمملكة العربية السعودية آخر تعليق طبعا ما في شك أنه الجواب وصل واضحا للداخل ووصل واضحا للعالم نعم. وبالتالي كان مؤشرا على أن مؤسسة الحكم مؤسسة قوية صلبة مؤسسة متفهمة لمستقبلها ومستقبل بلدها في نفس الوقت الاقتصاد السعودي الذي صمد في خلال هذا التحدي نعم. الكبير على المصدر الذي هو مصدر الأساسي لهذا كان يعطي أيضا مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وقوة السوق السعودي شكرا جزيلا دكتور فادي العراب الحارثي رئيس مركز أصبار شكرا جزيلا دكتور ناصر الخرعان مدير عام للإعلام والعلاقات العامة بأمانة مجلس الوزراء شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مؤسسة الحكم الرشيد في المملكة العربية السعودية ضمانة الاستقرار الواضح أيها العالم اتركوا الأسئلة أهلا بكم فيما يقوله الواقع مسوا على خير